السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل عندنا سؤالين في الامتحان نمبر 7. rearrange the a bank. هل يوجد بنك بيصيد بجوار your a house؟ وقلنا قبل كده ان is there او there is يجي بعديها place المكان اللي قبليه a. تمام. number 8 punctuate the following sentences اللي هي علامات الترقيم. الاو طبعا capital بتاعت امنية عشان في اول الكلام وعشان امنية في اي مكان تكتب capital لان هي اسم والابوستروف بتاعت اس الملكية. number 2 الدبليو بتاعت what وفي الاخر question a mark. وبكده يبقى خلصنا الامتحان بتاعنا واشوفكم على خير في امتحان جديد. والسلام عليكم ورحمة